بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوف معكم كيفاش ندير الانسكريبسيون في كونكور ديال القيادة. اليوم إن شاء الله غادي يبدأ، كانوا دايرين لادات من 6 حتى 14. المهم هاد الكونكور غادي كاين واحد البارتي غادي تسجل في السيت وتخرج لك واحد الورقة. هذيك الورقة غادي ديها تقاليزيها ديال تصريح الشرف، تقاليزيها وغادي ديها مع الورق. وهاد الكونكور خصك تحط دوك الوريقات ديالك تحطهم في الرباط، حيت بيرسونيل ما كاينش، ما غاديش تصيفطو للانترنت. المهم اول حاجة كندخلو هي جوجل، كنكتب موقع الوظيفة، هما كيخرجوا لي هنايا مباراة توظيف 130، كنضغط عليها. المهم هما لي كونديسيون لي طالبين. طالبين لاج تكون 35 ما يفوتوهاش، يعني من 20 حتى 35 ولا 21 حتى 35. وطالبين بالنسبة للمتر 160 متر وستين بالنسبة للبنات، ومتر وسبعين بالنسبة للدراري. المهم هاد الكونكور كيدفعو لصحاب لا ليسونس وصحاب الماستر، اي ليسونس فيما بغات تكون، كيفما بغات تكون في البراش. المهم كيطلبوا هاد اللعيبة اللي احنا نوريك، احنا نشوفو كيفاش نديرو نسجلو في السيت. وكيطلبوا لي غولفي دونت يكونو مقاليزين، وكيطلبوا لاكارت ناسيونال تاهي وجوج ديال التصاور. واللي خدام كيجيب واحد لوتوريزاسيون باش يدوز هاد الكونكور صاف. وهاد لافيش هادي اللي هنسجلو فيها خاصها تقاليزها في مقاطعة. المهم ندخلو لهنا كونكور انتيريور، هي هادي. كتخرج لي هاد لافيش هادي، كنطلع الفوق كنلقى مباراة ولوج المعاهد الملكية هادي. الوغ كندير استمارة، تخرج لي هذا داير بحال واحد القانون كيقول لك هنا زعما داك المعلومات اللي غتكتب راه ماشي غلطين. كدير هادي جي اكسبت، كتعمر هادشي كامل، كنيتك سميتك البخينون ديال الباغ البخينون ديال لا ميغ، الا كنتي سيليباتير ولا كنتي مجوج ولا شي حاجه كتكتبها تما في سيتياسيون فاميليال، لادريس ديالك، بروفانس العمالة، لو كود بوستال على حساب المدينة فين كاين نتا، سوا 50,000 20,000 30,000، المهم على حساب المدينة. وكتكتب المقابل ديالها بالعربية هادشي هذا. اون فوا كتسالي هاد ليطاب كدير سويفون، كتخرج لك ليطاب تاني ديال لي ديبلوم اوبتوني. بالنسبة لي ديبلوم غادي تحط كيطلبو دايرين باك فوقاش خديتيه السنة، ودايرين ولا ليسونس، لا ليسونس اولا اللي عندك الماستر كديرو تاهو. هنا ما كيطلبوش صفر بي دي اف، كتكتب شنو عندك، عندك ليسونس كتكتب ليسونس فوقاش خديتيها، وفي ان لافاك قريتي صافي. هادشي اللي دايرين من موراها كدير سويفون يعني. كتخرج لك ليطاب التالتة ديال كونيسونس لينغويستيك، شنو كتعرف في اللغات العربية الفرنسية الانجليزية الالمانية، المهم اي حاجة كتعرفها كتحطها تما وكتكتب الموين ديالك فيها، واش مزيان واش شوية واش. ومن موراها كتخرج لك ليطاب الرابعة ديال لي زيكسبيريونس، الا عندك شي اكسبيريونس كتحطها، ما عندكش كدير واحد الخانة تما فيها نو صافي. اون فوا كتسالي هادي كدير تاهي سويفون، كتخرج لك واحد الخانة لتحت عاوتاني مع هاد سويفون فيها
فيها فاليدي. اون فوا كدير ديك فاليدي صافي ما يمكنلكش تغير المعلومات ديالك، وغادي تخرج لك واحد لافيش تما، واحد الميساج تما كيكتب لك زعما تيليشارجي. ملي كدير ديك فاليدي تيليشارجي لافيش صافي، اون فوا كديرها كتيليشارجي لك سو فورم بي دي اف، كتيريها تمشي تقاليزيها في المقاطعه وكتجمع مع دوك الاوراق وكديهم للرباط. راهم دايرين كلشي في داك السيت في الوظيفه داك اللي دخلت له في الاول، دايرين لادريس فين غادي تحطو دوك الاوراق. الله يسر الامور.